استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السيد عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، حيث قدم لمعاليه ترجمته الخاصة لإعلان مملكة البحرين باللغة الألمانية. وأعرب معاليه عن تقريره للسيد اليزيدي على هذه الترجمة المهمة، مؤكدا أن مملكة البحرين تفخر بهذا الإعلان التاريخي الذي أطلقه جلالة الملك المعظم، والذي يحث على تعزيز الحرية الدينية ونشر التسامح والتعايش السلمي والمحبة والتعاون والعمل المشترك والحوار، والذي يستوحي قيمه من الهوية البحرينية الأصيلة الراسخة منذ مئات السنين. من جانبه أوضح اليزيدي أن ترجمة الإعلان إلى اللغة الألمانية جاءت إيمانا بأهمية المضامين السامية التي تضمنها، ورغبة في أن يطلع الألمانيون أن يطلع الألمانيون على هذه المضامين الوثيقة التاريخية التي أصبحت تستقبلها العواصم العالمية بالحفاوة والتكريم لما تحتويه من قيم ومبادئ إنسانية راقية تعكس بوضوح فكرة وفلسفة جلالة الملك المعظم ورؤيته لعالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما بما يعزز أهدافهما المشتركة، وأكد أهمية تضافر الجهود المخلصة بين المؤسسات الإسلامية حول العالم لخدمة ودعم القضايا الخيرة ومناصرة القيم الإسلامية السامية.